تابع. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وتمام الآية: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أحزابا متناحرة متحاربة، وهذه الأحزاب منها ما هو منتسب إلى الإسلام كالرافضة وغلاة المتصوفة أتباع وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول والجهمية قبل هؤلاء وهؤلاء والباطنية، فهذه أحزاب كافرة. وكذلك الأحزاب العلمانية كالاشتراكية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والمدنية التي يريدون بها أحيانا المساواة، بأنه لا فرق بين أحد، لا فرق بين الناس. وناسينا قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأذكر كلمة للقرضاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي المصري منشئا والقطري إقامة، طهر الله منه قطر، وعندي عليه كفريات، والله لا أقول من تلقاء نفسي، بعضهم من موقعه بعضهم مما نشر عنه في الصحف، ليس هذا مجالها، مجالها أبدا. أنزه أسماعكم عنها الآن، ولا أخفيكم إذا قلت أني أميل إلى تكفيره، لكن لم أكفره الآن، لم أجر عليه. نعم، مقولة خبيثة له: رماد تحته نار، أو عسل مخلوط بأضعاف من السم، قال يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن هذه كلمة كفرية، لو طبق المسلمون شرع الله عز وجل حكامهم ومحكوموهم لأمنوا على عقولهم وأعراضهم ونفوسهم وذريهم وأهليهم ولمكن الله لهم. وقد ذكرت لكم آية النور فيما سلف، وإن شاء الله الإخوة الشباب المسؤولون عن هذه الدروس يكتبونها بحول